مفيدة، وإن شاء الله راح تكون محاضرة أيضا ممتعة. أمس أخذنا Adverbial of Location، اليوم حناخذ Adverbial of Direction. طبعا كالعادة مثل Adverbial of Location، أيضا بالنسبة لل Adverbial of Direction حيجي بعد ال Prepositional Phrase، يعني بعد الجمل الشرطية. إحنا عفوا بعد الجمل الجر. ست اخلاص تقول شنو اختصاصك؟ ست اني بالبداية يعني قبل الطب اسنان، اني داومت تقريبا 3 اسابيع او اكثر، 21 يوم يعني 3 اسابيع في طب اسنان، لكن بعدين شفت روحي ما قدرت، لان اصلا طب اسنان بالبصرة اول ما انفتحت مدرسة، فتحت مدرسة يعني، لان هي بسنتي اول سنة انفتحت في مدرسة، فبعده حولت هندسة كهرباء، حولت كهرباء وكملت على الكهرباء. بس أنا يعني قبولي ردت على أساس وقتها معماري، بس من رحت أقدم على المعماري كان مقبط، يعني كان العدد ممتلي، فقالوا إذا تريد هندسة ننزلك للقسم الثاني فاختار أما كهرباء أو حاسبات، فخيروني فاختاريت الكهرباء، والحمد لله استمريت 4 سنين. بعدي خلصت أيضا 2 سنين فجامعتي، صارت 6 سنوات، فالحمد لله خلصت بسلام. فراح ناخذ أخذنا أنه قلنا أي شيء، أي adverbial، مثل ما خاص أنه adverbial of location، ايضا عندنا الادفيربال اوف دايركشن ياتي بعد البريبوشنال سوري بريبوزيشنال فريز اللي هي جمل الجر، ونعرف انه جمل الجر تاتي مثل الاكروس، لونج، باك، باك تو، داون، اسفل، انتو في داخل، اونتو على، اوت اوف، خارجا، فاست بعيدا، من، ثرو من خلال، اند تو الى، توورد باتجاه. For example, we have she ran out the house. She ran هي هربت خارج المنزل. She ran out the house. فراح نشوف انه out او هي كلها واحدة out of هي الجملة ال adverbial of direction. انه حدد لنا ال direction اللي سلكته الشخصية اللي هربت. She ran out of the house. Walk past the bank and keep going to the end of street. Walk past the bank يعني امشي بعيدا، أو ممكن نقول في جانب البنك، and keep going واذهب يعني اذهب أيضا، استمر بالمشي، to the end of street إلى نهاية الشارع. We also use adverbs. ممكن مثل ما استخدمنا بالadverbial of location أيضا في الadverbial of direction، ممكن نستخدم الaboard والaway والanywhere والdownstairs stairs sorry والdownwards والeverywhere في كل مكان، والhere هنا، والindoor اللي هو داخل، والinside inside أيضا داخل. طبعا الindoor معناها داخل البيت، والoutdoor خارج البيت، الانسايد داخل، في الداخل، بس مو شرط يكون بيت، في داخل اي شيء، يعني لو كان صندوق هو انسايد ممكن، بس الاندور معناها داخل البيت، الاوت دور معناها خارج البيت. ناو ناوير اوت دور اوت سايد خارجا، somewhere يعني في بعض الاماكن، there هناك، up stair في اعلى او في الاعلى. For example, I would love to see Paris. I have never been there. لو شفنا there أتت في النهاية لتحديد ال adverbial of direction، إنه there هنالك. The bedroom is upstairs. يعني الغرفة المنام هي في الأعلى. It was so cold that we stayed indoor. كانت كلش باردة. كانت كلش باردة، لذلك احنا بقينا في الداخل او في داخل المنزل. انه حددنا الدايركشن مع بقائنا،
We often have a preposition at the end of clause. طبعا في بعض الأحيان نفس البريبوزيشن اللي نستخدمه يعني البريبوزيشن نستخدمه إنه بالجملة ممكن أيضا يأتي في نهاية الجملة. For example, this is the room we have our meals in. يعني هذه الغرفة التي يعني أكلنا بها أو تناولنا الوجبة في داخلها. This is sorry. This the room we have our meals in. The car door is very small, so it's difficult to get into. إنه باب السيارة كلش صغير، لهذا من الصعوبة إنه أني أدخل بالسيارة أو أجلس بالسيارة. It's difficult to get into. I lift the carpet and looked underneath. أني رفعت السجادة carpet and looked underneath. Underneath قلنا في أسفلها. Underneath في أسفلها. فعدنا هسة ثلاث أنواع من الجمل. أما تجي إنه a prepositional phrase sorry إنه جمل جر أو تجي جمل وصفية للاتجاه مثل indoor, downward, downstairs, outdoor, inside, indoor. فهذه جمل وصفية بالنسبة للمكان. وأيضا ممكن تجي على شكل حرف جر لكن في نهاية الجملة. فبالنسبة عندنا adverbial of direction عندنا ثلاث أنواع. أما يجي في الجمل بعد جملة الجر أو يأتي بعد كلمة الوصفية للدايركشن أو للبليس أو يأتي على شكل حرف جر في نهاية الجملة اللي هو راح يمثل لنا الدايركشن اللي direction أو adverbial of direction. فحاليا عندنا exercise إن شاء الله نحله سوية. إنه هذا الإكسرسايز عندنا جمل بها بلانكات، فكل بلانك راح نستخدم الكلمة المناسبة إنه نملي بالبلانك الصحيح. نبدي ويا الأستاذ أحمد رزاق. نعم تفضل أستاذ. نعم أستاذ. Number one, I can't find Alan. I have for him block. نختار there. لا، هو من بحث، هو ما شاف آلن فبحث عنه في كل مكان. Anywhere. لا مو anywhere. Everywhere. ممتاز. هتجي بحث عنا everywhere. تمام. بعد هي عندنا الست اخلاص. ست اخلاص. نعم ممكن تشاركينا. Hey, number two, she is going to study for 6 months, so she is in second language lesson. هي دائما الشخص احنا من نقول افانسيت ست اخلاق اختاريتي. نعم ده اسم ابراود. اي تمام ابراود. تمام يعني انه درست خارج قطرها يعني بعيدا. ايضا ست زينب حلت نفس الحل. شكرا جزيلا ست اخلاص. شكرا. عندنا بعد هي ست فاطمة. نعم ست. نعم استاذ. come and visit us anytime you like. come لحظة. انتو
لا لا ناسك، احنا من شخص نريد نقول له ارجع ارجع come ارجع. back شنو؟ تمام bug تمام come back نقول له come back and visit us anytime you and visit us anytime. تمام، شكرا جزيلا ست فاطمة. ست صفا نعم تفضلي. I just go there and check. لا لا ست، رقم أربعة. I think I left the attic window open. I just go away. لا ست، أكو أقرب. Toward بعد أقرب. هي الويندو قريبة عنا ولا بعيدة؟ الويندو قريبة، يعني هو من وصفها قريبة أو بعيدة؟ دائما يعني احنا طبعا هي تمام ممتاز انه نستخدم ذير انه هناك. شكرا جزيلا استاذ صفا. عدنا نرجع للاستاذ احمد ايضا. طبعا ست اخلاص نفس الحل. نعم استاذ احمد. نعم five. Number five. We went for a long walk along the beach. We went for a long walk. نريد أن نمشي هذا هنا نختار لو along walk anywhere أستاذ. لا anywhere معناها أي مكان، في أي مكان. أكو شيء أقرب يعني هو جاي يقول into في هاي الفروع. لا هو أستاذ شنو جاي يقول؟ جاي يقول إحنا رحنا بعيد بالمشي بعيد بعيدا أو مشي نمشي بعيد بعيدا على طول الساحل. على طول الساحل. لا سيد زينب أكو شنو على طول؟ along along ممتاز. يعني we went for a long walk along the beach. تمام شكرا جزيلا أستاذ أحمد. عندنا ست أخلاص الجملة رقم ستة. نعم ست إخلاص. أوكي ممكن ست إخلاص. ست فاطمة. نعم أستاذ. تفضل. I just need to pay some money my account. انتو هو انا نسيت تحلي الورق، انا بالغلط حطيت اوكي تحلي the river was so shallow we were able to walk towards هنا. لا لا ست اكو شيء اقرب. we were able to يعني النهر النهر او الشاطئ or down صاد اني وير ظلت بقلبي شو قد نستخدمها بعدين رح نستخدمها. اكو اكو فشي اكروس تمام انه النهر النهر كلش يعني نقدر كلش نعبر خلاله نقدر نعبر اكروس خلاله. تمام ممتاز اوكي. نروح ست ست صفا. Did you go dash existing at the end week. Weekend. You go. إلى في weekend. Did you go somewhere? Somewhere. هي أعتقد مو somewhere. ما أعرف بس زينب anywhere إيه anywhere ممتاز.
anywhere اللي anywhere. ظلت قال أستاذ أحمد هي استخدمناها شوي أفضل في أي مكان. تمام أستاذ أحمد تفضل، هسه عندنا رقم 9 هذا زين مصطفى. أستاذ أقدر أتحدى الأنيوير راني. لا بعد راحت عليك هسه 9. تسعة he walks straight blind me without saying hello. He walks straight. He walks. يمكن to أي towards towards. تمام towards me. He walks straight towards me. Toward me. Without saying hello. لا 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 أستاذ لا لا ما تقول لا 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 ما تجي تقول لا. أكو شيء. عفوا نسيت. Upstairs. لا مو upstairs. أكو كلمة كلمة. Away. لا ولا away. هو جاي بقت لا باس هو جاي تمام باس هو جاي يقول هو مر بجانبي جاي باس مي without say hello. هو مر بجانبي بدون أن يقول hello. عندنا ست فاطمة 10 ست أو ست فاطمة أو ست أخلاص عفوا ست أخلاص. This is on okay. May... أي نعم اتفضل الست مو مشكلة. أوكي نعم ست فاطمة. This is an amazing book. I just can't put it. نعم. This is an amazing book. I just can't put it upstairs. هنا. لا 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 ست upstairs. لا أضعه في الأعلى. لا لا ست هو الشاعر يقول لا يقول لا. هذا عفوا. I just can't put it. تمام انه هذا الكتاب جدا ممتع انا ما اقدر اوقعه من ايدي يعني دائما اقرا بي ايش اقوله سما داون 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 ممتاز داون انه انا ما اقدر اضعه دائما هو بايدي. تمام عندنا رقم رقم 11 ست اخلاص نعم ست we better move I think it's going to rain. لا indoor ممتاز ممتاز ست نعم ست صفت شكرا جزيلا استخلاص ست صفت معاش she ran from home when she was 16 she ran away she ran away ممتاز شكرا جزيلا ست نعم استاذ احمد تفضل 13 صار يوم كله ووك يجيني ايه كلهم they walk slowly the van they walk slowly. So they walk slowly toward. نعم بالاتجاه. ممتاز بالاتجاه صح تمام. ست فاطمة نعم. نعم استاذ. No, somewhere. I'm going. Do you want the lift? Somewhere? No, upstairs. Up. هي أكيد لو somewhere لو upstairs. 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 تمام ممتاز. Upstairs. أيضا سيد زينب قالت upstairs بقت هي الكلمة الوحيدة هذه. لا. عندنا الأبستيرز غلط معناها عندنا 2 غلط أي واحدة من عندهم الله أبستيرز أوكي
I will just go and I will just go upstairs and check. Okay. هذه مالت الويندو صح المفروض upstairs في الأعلى. إنه أني راح أذهب للأعلى لأن الأتيك ويندو هي النافذة اللي إذا حضراتكم شايفيها اللي صار شكلها دائري اللي دائما موجودة في أعلى بيوت البيوت الأجنبية اللي تصير السقف مالتها على شكل مثلث فيها دائرة فهو يسموها الأتيك ويندو هذه. فهي لازم upstairs صحيح. أنا أيضا كنت غلط فاختاريت there هي المفروض upstairs تمام. أعتقد هي الصفة قالت upstairs upstairs بس أنا لحيت إنه يصير there. بنروح على اللي بعده adverbial of distance. احنا اخذنا adverbial of location, adverbial of direction, الاتجاه. هسه adverbial of distance هنا نستخدم لتحديد او الظرف ظرف المسافة او لتحديد المسافة اللي دائما احنا نستخدمها from, away from to أو في نهاية الجملة أيضا إذا أجى away أو off معناه أنه إحنا جاي نتحدث عن adverbial of distance. For example we have Birmingham is 250 kilometers from London. يعني Birmingham هي 250 كيلومتر من لندن. ففروم هو ظرف المسافة اللي حددنا طبعا هو ظرف المسافة كل هذا يعني 200 كيلومتر from London هو هذا كله ظرف المسافة لكن هو محدد from اللي تدل على المسافة. Birmingham is 250 كيلومتر away from London. أيضا away from ممكن تجي it's 250 كيلومتر from Birmingham to London. أيضا هذا يجي كتحديد للadverbial of location sorry adverbial of distance. أيضا إذا إجانا في نهاية الجملة بعض حروف الجر مثل away أو off أيضا معناها أنه جاي نتحدث عن الadverbial of distance. We were in London. Birmingham was 250 kilometers away. يعني إحنا كنا في لندن وكانت برمنغهام تبعد أو برمنغهام 250 كيلومتر بعد. Birmingham was 200 كيلومتر off. أيضا ممكن نفس الجملة نقول Birmingham was 200 كيلومتر off تبعد يعني عن لندن. فهسا هو موضوع جدا بسيط. هسا إن شاء الله راح ناخذ هذه الإكزامبل. طبعا عندنا عدة جمل يعني ما موجودة يعني ما مرتبة بصورة صحيحة. احنا نرتبها بصورة صحيحة. فأول شخص راح يبدي ويانا أستاذ أحمد. تفضل أستاذ. نعم أستاذ. أستاذ طوكيو. نعم أستاذ. أستاذ طوكيو. زين. تفضل. نعم. دقيقة أستاذ خلص فون الهي. زين أنا راح أعطيك فد شيء جدا نقدر نبدي من عنده ويدلنا على البداية الصحيحة. دائما الـ it ما تجي capital letter. والـ is ما تجي capital بس بالبداية. تمام ممتاز. تمام it is استاذ it is استاذ 6200 استاذ 6200 تمام كيلومتر طوكيو تمام from طوكيو to بالاخير to no
لا هونولو ما دافتين تو هونولو سوري هونولو من هونولو تصير بالاخير هونولو تصير بالاخير هسا حرفت استاذ احمد نصيحتي والله استاذ انا قلت لك من البدايه لا هو غير بعد ما اعرف اصفط جمله فحسه كان الجواب صحيح انه بيها بالنقطه بالاخير صح ست فاطمه بيها نقطه بالاخير فهونولو هي تكون بالاخير وطوكيو تكون قبلها تو هونولو ممتاز بعد هي حتجي ست فاطمه نعم ست تفضلي نعم استاذ بس لحظه مدريد بالاخير مدريد بالاخير لام بوينت لشبون بالبدايه لان كابيتال لشبونه بالبدايه لشبونه تمام 501 is 500 kilometers away from Madrid. مدريد ممتاز ممتاز ست فاطمة اوكي بعد عندنا ست صفا نعم ست تفضلي أفريكا هاي بالبداية ست أفريكان ليش بالبداية لا أفو أفرام تمام أي هاي فرام شني جبرالتر تمام أي فرام شني is away بالأخير away بالأخير نعم تمام point نخلص منها 14 العفو 40 miles 40 is 40 لا ست لا لا هو حتى الاسم هنا صحيح تمام زين وين بسيبل سير is is sorry is visible لا أنا عندي مشكلة بالذ the from African the coast is visible only 14 miles يعني من الساحل من الساحل مالت اللي موجود في أفريقيا أفريكا نقدر نشوف 14 ميل فقط أوي أوي وليس أولي أوي نقدر نشوف تمام فأعتقد هذا الترتيب الصحيح فما أعرف ست موافقة عليه تمام أوكي ست ست أخلاص نعم ست تفضلي بكين بكين هذه وين تصير apart أكيد بالنهاية بالنهاية بالأخير لأن بها نقطة
apart are زي ليش are غلط بالموضوع Shanghai and Beijing تمام Shanghai and Beijing and Beijing1200 كيلومتر طبعا أساتذة باللغة الإنجليزية احنا دائما بالعراق متعودين نلفظ الكلام 1200 بالنسبة للأشخاص اللي يريد يمتحنون TOEFL أو IELTS راح دائما يجي لهم هذا السؤال اللفظ الصحيح للآلاف اللفظ الصحيح للآلاف أي ألف تاخذ أول رقمين مثلا هسه ايش قد الرقمين 12 فنقول 1200 يعني 1200 يعني 1200 إذا تلط هنا 1300 نقول 1400 يعني 1500 نقول 1500 هذا دائما السؤال الأشخاص اللي يمتحنون توفل أو اللي يمتحنون آيلتس الأشخاص اللي يكون دائما موجود هذا السؤال السؤال الأخير يا بقى ما عندنا نرجع للأستاذ أحمد نعم أستاذ أحمد تفضل باريس باريس إيز is 5800 تمام كيلومتر from New York تمام ممتاز فراح نشوف الترتيب عندنا جملة من الجمل بها خطأ اللي هي أي جملة اوكي اذا مكان الافريكان بقيه الجمله